بكم مشاهدي الكرام من جديد وصاحبهما. هذا هو العنوان الذي سيتم تدشينه خلال الأيام القادمة لكتاب خاص موجه للأطفال. قامت مؤلفته على تجسيد أسمى معاني البر في تفاصيله التي تتحدث عن بر الوالدين. حديثنا مشاهدينا يمتد الآن مع مؤلفة هذا العمل الأستاذة القديرة هبة خاشقجي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. حياك الله. اسم الكتاب لوحده وصاحبهما يعني في كده بيلمس شوية المشاعر. يعني جميل. أنا أحييك على هذا الاختيار لكن أكيد أحب أسمع منك المحتوى. حقيقة الكتاب جات فكرته عندي من تقريبا 5 سنوات وأنا كنت مصاحبة لوالدي رحمة الله عليه في رحلة علاج. كنت دائما أدور فين في مواقع ربنا يستجيب الدعاء عشان أبغى أدعي ربنا عشان ربي يستجيب دعائي. ففي طبعا الحمد لله ربي مكرمنا في مواقع كثير منها بر الوالدين. فبر الوالدين يعني معناته أنك أنت بتلبي لهم احتياجاتهم بتلزميهم بتصاحبيهم. فبدأ عندي فكرة المشروع كوني أم لثلاثة أولاد. قلت ليش في منافع كثير مو بس مثلا إجابة الدعاء مو بس الدخول الجنة. في كثير كثير ربنا مكرمنا من 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 هذه العبادة بتكون فيها يعني مردود للأطفال. يعني أنت قد ما تبري أهلك بأهلك أولادك بيبروك، ده اللي تبي تقصدي؟ لا، اللي أقصده إنه ربنا طبعا أنت عارفة إن البر هو الحق الثالث اللي ربنا يعني طالبنا يعني بعد حق الله سبحانه وتعالى، بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين. حق الوالدين رقم 3. فبالتالي انه معناته لي في ديننا الاسلامي هذا امر من رب العالمين ببر الوالدين. طبعا. فهذه العباده سبحان الله من الريسيرش طلعت ب 18 ثمره. 18 ثمره 5 منها بس في الآخرة اللي هو كلنا نعرفه اللي هو بس ندخل الجنة، أنت بترضي أمك عشان تدخل الجنة. لكن 13 ثمرة منها مردودها في الدنيا. هذا اللي حبيت أوضحه للأطفال من كتاب وصاحبهما. يعني الكتاب عبارة عن تحفيز الأطفال ببر الوالدين، تجسيد ثمرات بر الوالدين. أنت إيش بتجني؟ ايش بتجني يا ابن البار؟ ايش بتجني ثمار من برك لوالديك؟ طب جميل. انا والله ابغى اشوف انت كيف صغتي الكتاب هذا، كيف عملتي الفكره، كيف طبقتيها. لكن بالبدايه انت في شخصيه معاكي، شخصيه باره؟ شخصيه باره. هي بتاشر الناس بترحب فيهم. شخصيه باره. الكتاب عباره عن كتاب في مواقف لباره بتتمحور حول برها لوالديها. وكمان بالإضافة إلى هو عبارة عن ألبوم. الألبوم هذا حق الصور على أساس الطفل يحس بيكون فيه شخصي. حيكون انت عاملة زي ألبوم بيحط فيه صوره، بيحط فيه صوره عشان يكون بيرسونلايز صوره. لا، هو الطفل من خلال ورشة العمل. ممكن أتحدث عن ورشة العمل لاحقا. لكن الهدف من الكتاب هو كتاب في مواقف زائد ألبوم صور للأطفال. وكمان في هو أنشطة. في تعبير في آخر الكتاب، في تعبير. هنا مثلا يجيب الدعاء. هنا في سيكريت بوكس بقول لهم هنا في جيب سري بينك وبين ربنا. حطي الدعاء لنفسك ربنا يستجيبه وحطيه هنا جوة البوكيت هذه. وهنا ممكن نحط صور عائلية بحيث هو كل ما يتصفح الكتاب بيحس يعني بيلامسه أكثر وبيقرأ الثمرة وبيلاقي الصورة فبيحس بولاء أكثر للكتاب. أنت كيف جاتك الفكرة كده؟ يعني أوكي أنا عارفة أنك أنت قررتي تعملي كتاب عشان القصة اللي صارت بينك وبين والدك، لكن كيف قررتي تعملي سكراب بوك؟ أيوه أوكي سكراب بوك، لأن أنا بصراحة مؤمنة بالصور. أنا أتوقع أني مؤمنة بأي شيء شخصي. في بوكت وهذه الدعوة هنا وحطي صورتك واكتبي تحتها. يعني لازم أكون كريتيف. أنا شفت الكتاب اللي في يدك أنت. كاتبة أنا لما يصير عمري كذا. مش عارف إيه كذا. وأنا كأنه هو بيكتب بيده الكلام بالزبط. ده بالضبط عشان أبغى الطفل يعيش يعني يتشبع انه حقيقي في بره لوالديه. بره بوالديه يعني دائما في يعني ايش بر؟ اللي هو تلزميهم، تكوني معاهم، تصاحبيهم. يعني ربنا امر انه وصاحبهما في الدنيا معروفه حتى للاب والام الغير مسلم.
يعني ربنا أمر بصحبهم، فما بالك لمن يكونوا يعني بإذن الله تعالى كلنا في الجنة مع بعض. فاخترت هذا الاسم وصاحبهما عشان يكونوا دائما سويا مع بعض. متى الأطفال يقدر يمسكوا الكتاب ده ويبدأوا يطبقوا ما فيه؟ يعني يبدأوا الكتاب في الوركشوب في ورشة العمل. الفئة العمرية من 7 سنوات ل 12 سنة. عظيم. لكن الكتاب ممكن عمر 5 سنوات الأم بتكون بتقرأ الكتاب معه وبتسوي الأكتيفيتي معه. يعني هو عشان لسه صغير مثلا 5 سنوات لسه ما أيوة. بيكون فهي بس يكون عنده بس خلفية عن إيش إنه في، يعني أنت لما بتسمع كلامي، لما بتطيعني، لما بتطيع ماما وبابا، بتطيع جدتك، ف يعني في دائما يحس إنه في عائد لي. طب الأطفال الأطفال دائما هم صغار، هي المشكلة كيف إن هم صغار بيسمعوا الكلام ويحلينهم ولطيفين وكل شيء، الكارثة لما يكبروا. بالضبط. هي بإذن الله يعني أنا بعرف الكتاب إيش حيضيف له القدام. لا لضيف له قدام، لأنه في هذا المشروع الآن للأطفال للفئة العمرية إلى 12 سنة. بعد كده بإذن الله تعالى حيكون فيه للتينيجر، لفئة المراهقين. لأنه شوف الريسيرش نفسه اللي عملته هو القيمة فيه، قيمة إلين ما الواحد بيكبر. هو طول ما أنت موجودة ماما وبابا في حياتك، طول ما أنت لازم مطلوب منك تبريهم طبعا. فالمحتوى نفسه والله حتى البر حتى بعد الممات طبعا طبعا. هذا يعني سبحان الله يعني ما ينقطع. أكيد. يمكن هذا في مراحل خير البر ما ينقطع، سواء طبعا. كان الأب والأم على قيد الحياة أم أنه يعني رب يجمعنا بهم في الجنة بعد في الحياة الأخرى بإذن الله تعالى. جميلة جزئية أنك أنت فكرتي بالمراحل، أنه ده من سن 5 ممكن من 5 إلى 12. نعم. أنت عملتي كتاب تاني من 12 ولا الخطه اللي جايه؟ الخطه الجايه من اللي هم الفئه المراهقين. ايوه من 12 ل 13 سنه الى 18 سنه. 18 سنه حيكون نفس المحتوى، لكن الـ 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 الاداء بطريقه مختلفه تناسب عمرهم. ايوه بتناسب عمرهم. اوكي. بتحسي انه الاطفال بيتشربوا من خلال هذا الكلام حب، او هذا الكتاب حب الوالد والله بر الوالدين بيتاثروا؟ نعم. من تجربتي في ورشه العمل اللي عملتها قبل من 4 شهور، انا بدات ورشات العمل حقيقي. حتى الامهات بيرجعوا يتراسلوا معايا. بنتي الصغيرة عمرها 7 سنوات حقيقي، هي وأخوها دائما بيتسابقوا. أنا لا أبغى أخذ بسرعة، أنا أبغى عشان كل واحد بيذكر، أنا عشان ربنا أبغى. أنت خبيرة في هذا المجال أستاذة هيدي؟ لا والله، بس إنه بعد بقول لك هذا الموقف. يعني أنت طلع منك أفكار، يعني خليني أقول لك حاجة بأمانة، أنا قليل ما شفت كتب بتهتم، يعني في كتب كثير بتهتم بالأطفال وعندنا كتب كثيرة بالأطفال، بس إحنا ما عندنا كتاب بهذا الشكل صراحة. يعني شكرا، يعني هذا يعني اعتز بها شهادتك، ولكن عشان كده بقول لك هو بالنسبة لي 3 أشياء، حتى مني قادرة أسميه كتاب ولا أنا بالنسبة لي هو يعتبر هدية مميزة للطفل تقدميه للطفل، لأنه يعني أنا مثلا الطفل ممكن يكون متغير لي. حتى دي المرة هو حط هذه الصورة. والقصص موجودة جوا في ايه، والقصص من في الداخل في مواقف. شوفي سأكبر، هنا كاتبة وصورة، سأكبر أكثر وأكثر وسأساعد أمي وأبي أكثر، فهما يدعوان لي دائما بعمر طويل، وأنا سعيد لأني أكبر وأكبر بين والدي المحبين. يا الله. هنا حتى في ورشة عمل بقول للأولاد زيادة العمر وزيادة الرزق مو معناته بالعدد، يعني ممكن يكون عمري قصير لكن تعمل أشياء مرة مهمة في حياتك كثير. يعني عندك بركة في عمرك. وهذه سببها أنك أنت ابنة بار. تمام. طيب أبغى أسألك على حاجة بخصوص التدشين. أنت متى تدشين الكتاب؟ في عرض مسرحي سمعت؟ نعم. التدشين بإذن الله تعالى يوم الخميس في مدينة جدة في مركز أنا غير. بإذن الله تعالى حيكون في عرض؟ حيكون عرض مسرحي بوجود شخصية بارة بارة مع الأطفال في عرض مسرحي. حناخذ مواقف من الـ من الـ من القصة وحتتمثل على المسرح، وفي مواقف حناخذ من الجمهور اللي موجود وحيتقمص شخصية بار وحياخذ جائزة على كده. تمام. وفي طبعا بالنسبة لبارة في أغنية مخصوصة لبارة حتكون مصاحبة لها في العرض المسرحي. تمام. احنا نتمنى لك كل التوفيق، وحقيقي كتاب جدا حلو وفكرته جدا حلوة، يعني وصاحبهما يعني فعلا احنا محتاجين
إذا الجيل اللي فات في شوية عقوق، إحنا نتمنى الجيل القادم يكون قلبه أرحم. عشان كذا أنا بدأت بالفئة العمرية الصغيرة على الأم والأب بإذن الله تعالى. وأنا هدفي إنه هذه بارة بإذن الله تعالى حتكون الآن ماسكة قيمة القيمة بر الوالدين، بعد بإذن الله ما ياخذ حقه الموضوع تمام وحيترجم باللغة الإنجليزية واللغة التركية، فبإذن الله تعالى نتمنى لك التوفيق أستاذة هبة. وأكيد أحب أشكر بارة، شكرا ليكي وشكرا لتواجدك بسيدتي، تواجدكما بسيدتي. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة شيقة ما زالت فقرات بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير وابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، وفاء البخيت مصممة مجوهرات سعودية تضع لمساتها في تصاميم عربية وشرقية. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد